اجنب هذه من كيسك. من كيسي يعني هو نزل معناته نزل يعني كان ضيف عنده. الله 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 كان ضيف. فسر على رأيك. وين أنا يلا أسمع من عندك. يلا أسمع من عندك. الرواية في صحيح مسلم أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه صح؟ أيوة نزل بعائشة نزل ضيفا في دار تملكه عائشة. هل تملكه الله 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 دقيقة دقيقة. أي نعم. دقيقة واحدة واحدة حتى انت علم جيد. واحدة 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 واحدة. الآن هذا الرجل نزل في دار عائشة ملكه يا ما ملكت أشياء ملكه صح؟ أيوة جيد ملكه يعني هو ملكه هذا بيت ثاني ملكه مو مشكلة عندها عندها أيوة. عندها شقة وين هذا ايش يسموه في المهندسين مو مشكلة شقة مفروشة لماذا لم يتدخل علي رضي؟ مو مشكلة مو مشكلة عنده أشياء مفروشة مو مشكلة زين. فهذا الرجل راح بالبيت البيت المفروش يعود لعائشة. لا تتهرب لا تتهرب ما متهرب ما هذا موضوعنا وهذا موضوعنا. فالرجل نزل في بيت لعائشة جيد شنو صار بي بعدين؟ صار مجنب صح؟ احترم أجبتك على هذا لكن أنت لا ما سمعنا الجواب تفضل الآن جاوبني. الرجل نزل في بيت لعائشة صح؟ نزل بعائشة يعني نزل ضيفا على عائشة كلام مية مية عدل أحسنت. طيب شنو صار كمل الرواية ما هي عندي الآن. أنا أتكلم أين موقف علي رضي الله. الرواية مو عند الرواية حافظها أنا قلتها إلي قلت له أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه. قال الرواية مو عندي الآن مع العلم هو أقرها بالبداية يعرفها حافظها كله بس حافظ بس هذا أن رجلا نزل بعائشة وخطية أصبح يغسل ثوبه اللي هي صباحيا مبركة يا عريس ما خطية ما سامع بيها الرواية ما سامع بيها خطي عيب. طيب مو مشكلة أنا الآن أعلمك بيها. فأصبح يغسل ثوبه تفضل. ليس التفسير الذي يمليه عليك الشيطان ليس التفسير الذي يمليه عليك الشيطان مو مشكلة الشيطان نزل بعائشة نزل ضيفا على أم المؤمنين مو فهمنا مو فهمنا وكان في أحد الدور التي تملكها الله الله الشقة مفروش احتلم الله الله مشكلة في ذلك. طيب الآن قلت احتلم قبل قليل ليش قلت الرواية ما أدري وين هي دقيقة دقيقة انتظر خلينا نتكلم هذا ليس دين انتظر ليش قبل قليل من قلنا لك بعد ما نام شنو سوى قطعت الكلام وقلت الرواية ما عندي بين بينما الآن تقول أنه احتلم استحيت تنقل للناس أنه احتلم استحيت أنا ما تهرب مثلك أنا ما تهرب مثلك الآن قبل قليل تهربت نزل بعائشة يعني نزل ضيفا في أحد الدور التي تملكها عائشة جيد فاحتلم هذا الرجل كما يحتلم سائر الرجال جيد احتلم جيد فقالت فقالت عائشة إنما كان يجزئك. طيب شلون عائشة عرفت الرجل مجنب تفضل عرفت من الرجال نعم شلون عرفت من وين من الرجال لما جاءوا يسألونها هذه أمهم ويسألونها عن الدين فيقولون مثلا يا أم المؤمنين رجل احتلم ماذا يفعل كمل الرواية فقالت أنا كنت أفرك عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود بالرواية لكن لا تؤلف أنت دقيقة 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 أنا أول مرة أسمع والله العظيم سنتين أناقش بعائشة خاصة رواية أن الرجل نزل سمعت أنواع وأشكال أول مرة أسمع هذا الجواب الرجل ما أجنبه أجي سألها أو الرجال الرجال الوياه ماكو حكي أيوة هو واحد هو واحد يا كنفر لا تجبني أين هو واحد يا كنفر بس واحد هو واحد واحد نفر أجنب ببيت عائشة فقالت عائشة إنما كان يجزئك كيف علمت عائشة سوى كارثة طبعا كيف علمت عائشة أن الرجل مجنب تفضل اقرأ الرواية هو شيء قدام الناس اقرأها أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل أيوه ايش بيك ايش بيك ايش بيك اقرأ اقرأ اهدى 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 اقرأ انا هادي اقرأ اقرأ
أن رجلا نزل ب... أن رجلا نزل بعائشة، أن رجلا نزل بعائشة. ضع الرواية على الشاشة حتى الجميع يطلع. هذه الشاشة تلقاها ببيت عائشة، تطلع لهم أفلام تعليمية حتى تعلمهم شلون النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. بطلع عنك هالكلاوات. الرواية في صحيح مسلم في باب حكم المني، أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيت أن تفركه. كيف علمت عائشة أن الرجل مجنب؟ تفضل أجب. اقرأ تفسيرها كمل الرواية، تفسير الرواية مشايخ أهل السنة. اقرأ مو تفسر من راسك وما يملي عليه شيطانك. اي احسن، أنت ليس عندك إلا السب والشتم والقذف فقط، ما تعرف معنى نزل بعائشة، ما الله تعرف معناه. الله عبرناها، عبرنا النزول الآن، كيف علمت عائشة أن الرجل مجنب؟ إذا كنت تعرفها لماذا عبرنا النزول؟ شوف شوف يرجعني للنزول، لأن ما عنده جواب، هو الآن ما عنده جواب. عبرنا النزول واتفقنا أن الرجل نزل بشقة مفروشة تعود لعائشة، متفقين. كيف علمت أنه مجنب؟ صادق وتبحث عن الحقيقة لقلت تفسيرها أمام الناس بصدق. أشوف نزل بعائشة يعني نزل ضيفا على عائشة، مو مشكلة. لماذا لا تقول هذا الكلام؟ هاي متفقين وياك، نزل ضيف، هاي مو قلنا وعنده شقة مفروشة. لماذا لا تقول هذا الكلام للناس؟ كان جدا يسمعون الشيعة هذا الكلام. لماذا؟ ولك بابا قلناه وقع عليها، ولك بابا قلنا الكلام، قلنا قبل قليل أكدناه وقلنا عندها شقة مفروشة نزلت بها الرجل. شبيك تفسر على ما تريد أنت؟ بابا قبلت بتفسيرك والله راح يحاسبك على كل كلمة تقولها. طيب شلون عرفت عائشة الرجل مجنب؟ أبقى وياك اليوم. يلا يلا وياي انت على الخط، يلا يا بطل. ألو. ألو، كيف علمت عائشة أن الرجل مجنب؟ شلون كيف عرفت؟ يعني يرسلها عبر الواتساب مثلا؟ والله ما ادري. ايه ليس التفكير الموجود بمخك، هذا تفكير شيطاني. ليس عندك الا السب والشتم وقذف امهات المؤمنين، تبحث عن اي حاجه لتضعهن مع الزانيات والعياذ بالله، شرفهن الله وطهرهن. اخطب هذا تفكيرك انت. عرفت زي ما قلت لك، لو عرفت هذا السؤال تفسير نزل بعائشة نزل ضيفة. رجع على النزول، رجع. لم تذكر هذا أبدا إلا لما أنا ذكرت لك. رجع على النزول، إيش معنات الكلام هذا؟ رجع على النزول. الآن تقول لي كيف عرفت أنه احتلم؟ يعني ما حد يسأل ولا أحد يقول أنا مثلا احتلمت ماذا أفعل؟ لا، وما سألها بالرواية، لو سائلها يقولون أيه؟ أن رجلا نزل بعائشة فأصبح مجنبا فقال لعائشة رأيت ما يرى النائم، مثل مثلا عمك عبد الله بن شهاب الخولاني يوم اللي أجنب ببيت عائشة مثلا قال رأيت ما يرى النائم. أما هذا ما قال رأيت ما رأى، ما قال رأيت ما يرى النائم، إنما عائشة رأت ما أجنب. علي رضي الله عنه عندما الله 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 الله. أحسنت، بارك الله بك، وهو كذلك. أنا معك، شكرا لك، خلاص شكرا لك، مية مية أنا معك طبعا بالكلام اللي تفضلت به، مية مية كلام صعب جدا، جدا أنا أوافقك طبعا، وهو رأي صعب، وهو رأي صعب طبعا.